مع كل موعد أدبي يثار موضوع المقروئية في الجزائر، ويربط مختصون في الشأن الأدبي تراجعها بمشكل القدرة الشرائية لدى المواطن حينا، وتغير منظومة القيم الاجتماعية حينا آخر. الجزائر ما يخفاش عليك أنه كاين 100 أو أقل من 100 مكتبة، اللي هو في بلد محترم هو ما تلقاه في عاصمة أو في 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 زوج ثلاث بلديات تلقى 100 مكتبة. احنا عندنا 100 مكتبة في أكبر بلد إفريقي، اللي تعتبر كارثة بكل المقاييس. الجزائر كانت في العصر الذهبي لامعة، ولدى كان لها مستوى، يعني من ناحية الوافد على الكتاب أو الوافد على القراءة أو الفادع المتعطش للمعرفة. وفي ظل نقص فضاءات القراءة وغياب شبكة توزيع جادة، يتفق الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي على أن علاقة القارئ بالكتاب ليست في أحسن أحوالها. مشكل المقروئية مرتبط ارتباطا وثيقا بمشكل القدرة الشرائية. الكتاب بعد أن رفعت الدولة عليه الدعم منذ زمن أصبح يعني، ومع بما أنه أغلبيته مستورد، فسعر الصرف يؤثر على سعر الكتاب. الارتقاء بالمقروئية لا يكون إلا من خلال التوجه نحو إرساء مشروع ثقافي وطني، وسن قوانين تحدد سعر الكتاب بطريقة تعيد إحياء الثقافة في المجتمع.